السلام عليكم الخوص. هذا هو البلاصه فيها نعملو القوس، هذا هو البلازما، حد البلازما نبداو القوس ونعملوه في هذا المعبر هذا اللي كتشوفو في الدخيله ديال الباب، وعاجي تك في حل التكميله ديال البلازما. دابا تشوفوا معنا الطريقه كيفاش، حتى اللي بغى يخدم هذا القوس يشوف معنا الطريقه من الاول حتى الاخر، البدايه حتى النهايه. الخوص الطريقه ديال الخدمه سهله، نوريكم من السهل الممتنع. تبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا معنا كما قلنا الطريقه كيفاش تخدم هذا القوس بالنسبه للمبتدئين، حتى الناس اللي باغيين يشوفوا اللي عندهم هذا المعبر ولا ما دخلوا يشوفوا العتبه بحال هكا، الا بغى يعمل شي قوس كيديو فكره. المهم الطريقه كيفاش كنخدموا، ركزوا معنا الخوص دابا شويه اللي باغي يستافد. شو كنعملوا؟ واحد جوج تراسوس، واحد في الوسط واحد من الفوق، يعني داك من الفوق فيه غادي نحدد الدوره اللي كندور دابا، وكذلك غادي نعمل واحد الاس ديك القوس غتجي فيه واحد الدوره، واحد الشوكه في القنت اللي كندور دابا اللي كتشوفوني. المهم هادي عندي التراسوس فين كيتحدد، ما خصنيش نفوز داك التراسو اللي عمل ديك الشرطه الاولى اللي شتوني، ما خصنيش نفوتها. وكنبقى الروندي هادي كندور فيها اللاكس 20، يعني الدوره كامله 40 20 سنتيم، وخصني نشدها من هاد القنت هذا من الشوكه ونقتلها في الشوكه اخرى، يعني الدوره خصها تتسالى في الشوكه اخرى. شتوني تراسيتها هكذا، انا نبين لكم التراسو باش تشوفوا يكون واضح في حالة الشكل هذا. دابا عادي عن تراسار العكس ديال الخوص في الدورة العكس ديال خصنا، ولكن الدورة كبيرة فهمتي، يعني مش عادي نعملو واحد الاس حرف اس يعني خاوية عامرة. دابا تراسارنا دابا هادي عامرة، وعادي نتراسار العكس ديالها، يعني ما كتحتاجش شي تعقيدات. والانسان كاين الانسان كيصعب على راسو في الخدمة، يعني ما كتحتاجش شي تعقيدات. الطريق السهل هاد الخدمه، الطرق الانسان اللي يخدم مرتاح وكذلك يطلع الخدمه مزيانه كما كنقولوا دائما. كان تراسيها التراسو ديالي هو الشورى، عندي واحد التراسو شتي ديك الشرطه الفوقانيه ما كنفوتهاش، يعني كنعمل تراسو وديك التراسو وقف في اللاكس، يعني كاينه واحد اللاكس ديك اللي عملت الشرطه على شتوني ديك التراسو في الاول. باش هنا كنقول لكم ركزوا معايا، شتو ديك الشرطه ديال الوسط هي فين تسالى ديك التراسو، وكيبدا عبر اخر عاوز الروندي اخر كيبدا عاوز العكس ديالو، وكيتسالى ولكن ما كيتسالاش في الطرف، خصنا نخلي واحد 8 ديال السنتيم. غنجيب واحد الحرف تما واحد الدرس، خصنا يبقى لنا في الاخر ديال القوس. هذا القوس هذا فيه مترو و 23 سنتيمتر، يعني بالمليم الاتساع ديالو متر و 23 سنتيمتر. في العرض ديالو غادي نعملو 10 ديال السنتيم، لحقاش ما كاينش شي ضروري باش نغلطو القوس. القوس ملي كيكون في العتبه كيكون صغير من الاحسن يكون رقيق. شو التراسو كيفاش ديالي كيفاش جا واضحين، يعني شو داك التراسو اللي هذيك ما فوتوشي وكنخدم يعني من داك التراسو لداخل، لان بلاكه مازال عطلع فوقي ومازال مثلا ما خصناش مش متغطاش بالجوانكرو. ملي ما مشتركش في القناه الخوتي اشترك في القناه، هو تحت الفيديو وتكيل هذاك زر الاشتراك ابوني ويفعل زر الجرس باش توصلوا بديكورات جداد. بزاف كتجينا مشاهده، كتكون مشاهده بزاف على الفيديوهات، ولكن في نفس الوقت ما كاينش اللايكات بزاف. الاخوه اللي كيشاهد فيديو ما يخسر والو، تكاين زر لايك. اللايك ملي الانسان ملي كيتخلص عليها ملي كيشد عليها حتى شي حاجه، غير بحال نقول لك كتعطي واحد القيمه للفيديو. حتى اليوتيوب ملي كيكون فيديو عليه لايكات بزاف كيقترحوا بزاف منصه اليوتيوب، كيشوفوه الناس بزاف. هذه هي الميزه ديال اللايك، يعني اللايك الانسان ملي كيشد عليها حتى حاجه وملي كيتخلص عليها ما والو، غير فيديو كيروجو اليوتيوب وصافي. شو الطريقه الخوص كيفاش قطعنا القويس ديالنا؟ طريقه سهله ديال الخدمه، وكذلك القويس هذا كيطلع يعني ماشي ديك القواصات اللي مبالغ فيهم، مثلا شي حاجه متحتحه، يعني هذا كيجي في الدخيله كيعطي واحد المنظر. وكما قلنا غنكملوا الديكور ديال البلازما. البلازما شفتوا معنا كيفاش ركبناها في الفيديو اللي قبل، وكذلك شفتوا معنا المقعد والقوس اللي في الجهه المقابله لهين. ودابا تشوفوا معنا القوس، هذا القوس الخوص تكمله البلازما. البلازما يكونوا فيها ثلاثه ديال المراحل، هذا القوس المرحله الثانيه. المرحله الاولى هي تركيب ديك الايطاجيرات وركبنا البلازما كما شفتوا من قبل، راه كاينه في فيديو في القناه. المرحله الثانيه هو هذا القوس. المرحله الثالثه نركبوا ديك الاحجار الجبسيه، الحجار ديال الجبس اللي غيكونوا مركبين في وسط البلازما، وديك الساعه عاد تكمل النظره يعني ديال البلازما كامله وغيكمل الديكور كامل. هنا ماشي معكم مرحله مرحله، ضريبه ضريبه، خطوه خطوه، باش تشوفوا معنا ان شاء الله يا ربي هذا المنزل كامل. ان شاء الله يا ربي تشوفوا معنا كيفاش غيطلع بالتفصيل، وان شاء الله يا ربي تكون شي حاجه
يعني مزيونات تكون شي حاجه 100%، يعني المهم تبعوا معنا ان شاء الله يا ربي تشوفوا جميع الديكورات. الجهه المقابله شو ملي كنقطعوا الطرف كنقطعوا فوتوكوبي ديالو، كما شتوني قبل رانا قطعت فوتوكوبي ديالو بنفس بلاكه نفس الطرف، يعني كنفيكسيوه، يعني كيكونوا عندي التراسوس الميزان معبط في بلافو، كنضرب ميزان بجوج اتجاهات من هنا ومن هنا، كنقطع الريطومبي ديالي صغير اللي عايجيني في وسط داك القوس، مي كنقطعوه كنبداو نشارجيو له العجنه، يعني واش كيجي مشارجي، يعني 10 سنتيم طروفات داخلاني قطع فيهم 6 سنتيم، ما كاينش شارج بزاف. كنمشيو مع بعض الخطوات هذه الخط، يعني الطريقه هذا كنوريكم الطريقه اللي سهله الخدمه، اللي الانسان ما يتعبش راسو يخدم مرتاح، وكذلك يعطي الله الخدمه كما كنقولوا هي هذيك. دوال القويز ديالنا شكل سهل ومبسط الخص، ما كاينش التعقيدات. كاينه بعد الخدمه تعيا تشارجي فيها وتعيا تعمل في الحاجه ما كطلعش، ولكن ملي كتكون البساطه وكتكون شي حاجه، يعني ديك بعد الساعات البساطه وما هو الشيء المناسب في المكان المناسب كيطلع احسن. دابا مثلا كاينه من الخاص تكون مثلا تم الخساره زايده على هادي، وقدر ما تطلع لك شحال يمكن تشوفو غير البساطه وداك الشيء، يعني الطريقه يعني ما كثرهاش بزاف. المهم تبعوا معنا جميع المراحل الخط، تبعوا معنا حتى الفيديو اللي هيجي من ورا هذا ان شاء الله يا ربي، فيديو الجزء الثالث، باش هتشوفوا النظره كامله كيفاش غتكون، وعصروا الضوء علينا ان شاء الله يا ربي. دابا تشوفوا معنا القوس مي يتسالى كيفاش هيجي، وكيفاش هيجي مع بار ديال الدخله، وعتشوفوا معنا هاد القوس ببساطه ديالو، بعد الديكور اللي عملنا اللي ماشي ثقيل ماش ما هبطناش بزاف، يعني بحال اللي عملنا تكميله ديال البلازما كما قلنا. كنوريكم الطرق باش يستافدوا المبتدئين، كاينه بعد بزاف ديال الناس اللي تقدر كاينه بعد الاخوه كيشوف مثلا في حالات فيديو كيجي عادي، ولكن كاينه بعد الاخوه المبتدئين اللي باغي يستافد، يعني يعني كتواصلوا معايا الاخوه كيشكروني بزاف على المسائل اللي كنقدموا الحمد لله، يعني كاين اللي كيشوف الطرق في الخدمه وكتسهل عليه صدق، يعني يقدر هاد الطريقه هادي يستعملها في حوايج اخرين وينفعوا، فهمت؟ يعني الطريقه ديال التركيب اللي ركبنا فيها القوس ولا قطعناه ما كتخدمش غير القوس، تخدم بها بزاف ديال المسائل من غير القوس من غير شي حاجه. كما قلنا الخوص الحاجه اللي كتشوف انت على شيء قدر تكون مثلا واحد كتعمل واحد الخير كبير في واحد الانسان وكتوريه. وكاين بعد الاخوان كيتبعونا الناس اللي عندهم منازل بزاف، اللي باغي يعمل ديكورات بزاف منازل، المهم كيشوفوا مثلا تشوف الطريقه كيفاش كتخدم القويس كيفاش كيطلع، كيديو فكره، كيعرفوا القبس كيفاش كتخدم، الطرق الصحيحه ديال الخدمه كيعرفوها، هذا هو الهدف ديالنا. المهم الهدف ديالنا هو تكون القناه هذه في الخوص، وكنشاركوا معكم اي حاجه كنخدموها. البلازما ديالنا هي هذه شفتوها من قبل، مازال عن سكسفوليا مازال ما اتسالتش، مازال ما تسالتش كما قلنا الخوت. تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش في القناه تحت الفيديو، ويتكيو على داك زر الجرس، فعلوا داك الجرس باش توصلوا بالاشعارات، بزاف ديال الاخوه ما كيوصلوهمش الاشعارات ديال الفيديو، تكي على اشعار يعني ديك الجرس فوقاني مره باش توصل جميع الاشعارات ديال اليوتيوب واي حاجه كنشروها جديده. فينيسيون ديالنا هو هذا ديال القوس الخوص، كتشوفوا الصوره امامكم بدون تعليق، التعليق خلينا لكم ليكم، تعلقوا لنا كيف جاكم هذا القوس، كتبوا لنا تحت الفيديو، ما تنساوش لايك ضغطه، وبارك الله فيكم وفي صحتكم.